السلام عليكم بنات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناتكم ام اش كويزين اند فلوغ. مرحبا بالناس اللي معايا وشكرا على لي كومونتير اللي راكم ديروهم لي، ومرحبا بالناس الجدد اللي راهم يشوفوا في هذا الفيديو ومازال ما اشتركوش عندي في القناه. نقول لكم مرحبا بكم، راكم في قناتكم. ما تنسوش الاشتراك والضغط على هذاك الزر تاع الجرس اللي فوقاني باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. اليوم بنات فيديو جديد، بغيت ندير معكم فيديو خفيف. اليوم راح نجرب لاول مره ليمون مصير، يعجبني بزاف نطيب به سيرتو مع الدجاج وكاع. جيت نقلع الليم بويسك ها كاينه الشجره الله يبارك راها معمره وبلا ما يقعد يضيع وكاع. خممت قلت ندير الليمون مصير وهذا الصغير يجي غايه اللي مصير. جيت نقلع معاكم، اقعدوا معايا ونديروا الوصفه تاع اللي مصير مع بعض. خليكم معايا. كما راكم تشوفوا البنات عندي شجره فيها هكا اللي مشويه، ماشي كبير بزاف، ماشي شويه مويا مليح اللي مصير. غادي نقلع هكا حبات هادو ان شاء الله. من نكمل نديرو نروحو ندخلو نديرو الوصفة مع بعض ان شاء الله. شوفوا معايا البنات، راني قلعت الليم تاعي اللي راح نديره كيما راكم تشوفوا. قلعت قد ما ندير والشجرة مازالها الله يبارك معمرة، ما بغيتش نقلع الحبة كبيرة، قلعت هذوك الحبات اللي جايين شوية صغار كيما راكم تشوفوا. ان شاء الله تكون الصوره واضحه باش نديرو الوصفه نتاعنا ان شاء الله مع بعض. خليكم معايا. هذه هي البنات الكميه اللي غادي نستعملها. هنايا كان عندي الشجره تاع تشينا فيها شويه تشين زدت قلعتهم. مهم غادي نستعملوا هذه الكميه تاع الليم كيما قلت لكم، الليم اللي يكون موايا. وحنا نقولوا الليم انا هنايا في اسبانيا يقولوا الحامض المصير، بيسك كاين المغاربه هما اللي يبيعوه يقولوا له الحامض المصير. انا من داري نشريه اول مره كيما قلت لكم، غادي نجربه والحمد لله نجح معايا. هنا البنات كيما شفتوا الليم تاعي راني غسلته وخليته ينشف، ويكونوا عندنا هنايا لي بواط اللي ديروا فيهم، يعني من الافضل يكونوا تاع زاج بالغطاء تاعها. انا استعملت هنا هذيك تاع زاج واستعملت هذوك تاع بلاستيك. هنا بعد ما نشف لي الليم تاعي نبدو بهذه الطريقه نحاولوا نحلوه في الوسط على شكل هكا زائد، وندخلوا فيه الملح مليح مليح. بهذه الطريقه ما نحلوش الليم حتى لتحت اللي تنحل كاع الحبه تاع الليم، لا ما نوصلوش الخدمي حتى الاخر تاع الليمه، ونعمروها مليح بالملح كما راكم تشوفوا البنات. راح نزيد معكم حبه واحده اخرى. هذا الليم البنات يجي بزاف شباب مع الدجاج، يعطي واحد القو شباب بزاف، يجي بنين. هنا نديرو حبه واحده اخرى البنات، ونفس الطريقه نعمروها مليح بالليم عفوا بالملح. بهذه الطريقه ونكملوا الكميه تاعنا كامله. هنا البنات بعد ما كملت الحبه تاعي كاع نجيبوا هذوك لي بواط تاعنا وندخلوا فيهم اللي مليح، نحاولوا ما نخلوش فراغ بيناتهم
كيما راك تشوفو. ونغطوها مباشرة. ونكملو كامل الكمية تاعنا في لي بواط الاخرين كاع. بهذا الشكل نحاولوا نضغطو مليح باش يعني ما يكونش فراغ في لي بواط تاعنا، باش الليم يطلق لنا هذاك الجو تاعه وتنجح لنا الوصفه. هنايا هذيك البواطه تاع الزاج نفس الطريقه تاني، ونبلعوا عليها بهذا الشكل. وهنا بعد ما كملت البنات الليم تاعي كامل، هنا غادي نخلوه في مكان مظلم. نسيو نديرو هكا، انا حطيته تحت في البلاكار ونخلوه يعني مدة. راح يطلق لنا هذاك الجو، كي يطلق لنا هذاك الجو تاعه نبدو نديرو واحد الطريقة اللي نقلبو فيها البواطة تاعنا، باش هذاك الملح اللي هودنا يعاود يعني يروح لدوك الحبات اللي من الفوق. كما راكم تشوفوا البنات، ها هو الجو اللي يديره لنا. بعد ما يدير لنا هذا الجو البنات نقلبوه ونخلوه هكا مده واحد الربع ساعه ولا، ونعاودو نردوه في المكان هذاك المظلم تاعه. انا هنايا الوصفه تاعي في النتيجه في اخر الفيديو راح تشوفوا النتيجه كيفاش جا. يعني قعدت لي تقريبا واحد الشهرين حتى شهرين ونص هكا، وتعطيكم النتيجه تاع الليم المصير ولا الحامض المصير كما يقولوا خوتنا مغاربه. هذه هي الطريقه اللي لازم نديروها مره على مره. وهنا البنات الوصفه تاعي راها واجده، واللي من المرقد ولا اللي من المصير راه واجد عندي. دوك نشوفوا كيفاش جا. راح نحل لي بواط، يعطي يجينا معسل كما راكم تشوفوا، يجي ما شاء الله. نتمنى البنات ان شاء الله تجربوا هذه الوصفه وتنجح معاكم كيما نجحت لي انا. انا اول مره ندير هذه الوصفه، يعني اول مره كجزائريه ندير الليم المرقد. احنا ما نستعملوش بزاف بهذه الطريقه، يمكن كاين بعض الولايات، ولكن هذه الوصفه مغربيه وانا تعجبني بزاف في الوصفات في الاكل تاعنا. شاركتها معكم، بغيت نشاركها معكم. ان شاء الله تجربوها وتخلوا لي الاراء تاعكم في لي كومونتير. ونقول لكم اللي مازال ما اشتركش عندي في القناه، مرحبا بكم. ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. نتلاقوا ان شاء الله في فيديو جديد. سلام.